خبر سر في نقابة المحامين، انتخاب العلامة القانوني الكبير الأستاذ رجائي عطية نقيبا للمحامين باكتساح كبير يستحق عليه كل التهنئة. الحقيقة المستشار رجائي عطية وهو رجل يعني من أبناء النادي الأهلي، أي وخاض هذه التجربة، وكانت انتخابات المرة دي يعني لها مذاق خاص أو لها يعني ظروف خاصة. نجاحه يسعد الوسط القانوني في مصر، ويسعد يسعدنا لأن هو صاحبي أنا وحضرتك صحيح. ونعرفه قيمة كبيرة، قيمة كبيرة. أديب قبل ما يكون فقيه قانوني، رجل يعني نهنئه ونتمنى أن يكون وجوده إضافة إيجابية للمحامين. نتمنى ذلك، وألف مبروك للأستاذ رجائي عطية ولأسرة المحامين كلها ولهذه النقابة العريقة الكبيرة الحقيقة.